أهلا بكم. وجه الرئيس السوري بشار الأسد رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون لمناسبة الذكرى 77 لاستقلال لبنان، وذلك بحسب ما أفاد موقع روسيا اليوم. وتمنى الأسد في رسالته أن ينعم لبنان بالأمان والاستقرار وأن يمضي في مسيرته نحو مزيد من التقدم والازدهار، معتبرا أن محاولات الاستعمار الخبيث للتدخل في شؤون لبنان وسوريا تظهر بوضوح نواياه لإرجاع منطقتنا إلى عهد الانتداب. تسلم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شرب الوهبي رسالة من نظيره الروسي سيرجي لافروف، نقلها إليها السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف، الذي قال ردا على سؤال حول موعد الزيارة المرتقبة للوزير لافروف إلى بيروت: إذا كانت الظروف مقبولة سيتم ترتيب الزيارة بكل سرور. أنهى المجلس العسكري برئاسة قائد الجيش بتعيين العميد الركن توني أهوجي مديرا للمخابرات في الجيش اللبناني، على أن يحال القرار إلى وزيرة الدفاع لتوقيعه في الساعات المقبلة. أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في مؤتمر جامعة المدرسين في قم أن الإسلام أقوى من ظلمة مواقفهم وإشعاعه يزداد يوما بعد يوم مقابل انحدار أطروحة الضلال والفساد، وأضاف: نحن أمام كيان إسرائيلي غاصب والذي زرعه الغرب في منطقتنا وتحديدا بريطانيا، ورعته أمريكا من أجل أن يكون ذراع الغرب في كل منطقتنا وحياتنا، من أجل أن يتمكن الغرب من فرض شروطه وأفكاره. ولفت إلى أن إسرائيل زرع شيطاني يريد أن يفتك بالأمة ليشتتها وليستغل خيراتها وأمكانياتها، وقد ناور الحكام العرب وخصوصا الخليج بالكلام وتبنوا القضية الفلسطينية بالشروط ليخنقوها، وعملوا على تجفيف مواردها العسكرية والمادية واستحثموا بعض المساعدات الإنسانية غطاء لجريمتهم. وأضاف: اليوم يتلازم التطبيع مع اتخاذ إيران عدوا وهي نصيرة المقاومة وبسبب يقظتها وفعاليتها. إيران هي العائق أمام تغريب الأمة وطمس معالم ثقافتها وحضارتها، ختم قاسم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.